السلام عليكم يا أيها المشاهدين والمشاهدات. اليوم أنتم في مطبخنا. في الحقيقة هذا المطبخ قبل نصف ساعة كان صفا، لكن نحن حولنا هذا الصف إلى المطبخ. طبعا أصبح مطبخ، لكن لم يكن شيئا مختلفا من العربية. نحن اليوم نفكر في هذه النشاطة استخدام اللغة العربية في حياتنا اليومية. ماذا نفعل؟ كما تلاحظون، صور كل الصف بهذه الطريقة. أولا الآن أنتم ترون في الكاميرا بعض الطلاب، هم سيطبخون لنا بعض الأشياء. جماعة واحدة سيطبخ، هذه الجماعة سيطبخ لنا سلطة، وطالبا توفيق ومستوى كواكب سيجهزون أيضاً أمامهم يوغورت. وهذه الجماعة كما تلاحظون بدأ طبخ تشي كفتة، وهذه الجماعة صمت، سيزجين وبوراك كما تلاحظون سيطبخون لنا حساء. وأخيرا جماعة أخيرة ستطبخ لنا الشاي. إذن نبدأ بالجماعة الأولى. تفضل يا مصور محدث الجماعة، من أنت؟ أنا مدرسكم. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. هل هذه النشاطة جعلتك سعيدا؟ أصبحت سعيدا؟ نعم سعيدا إن شاء الله. اليوم ماذا ستطبخ لنا؟ سأحدثكم. ماذا ستطبخ؟ تحضير السلطة. ها، هو يحضر لنا، يعني سيطبخ لنا السلطة. ماذا ستستخدم في طبخ السلطة؟ ما المواد؟ فلفل أخضر. فلفل أخضر. بقدونس. نعم. خيار. بندورة. بصل. نعم جيد. النظام أمر جيد. هو رتب كل شيء بشكل جميل. وإذا زي سيدوك أعجبني نظامك. أتمنى أنت ستطبخ سلطة ممتازة. هل عندك تجربة سابقة؟ هل طبخت سلطة من قبل؟ نعم طبختها. إذا نثق بك في الطبخ. سنأكل ونشكر لك إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق، أنت ماستر شيف اليوم. تفضل. الآن جئنا، وصلنا عند جماعة توفيق ومستوى كواكلي. يا كواكلي، ماذا ستطبخ لنا اليوم؟ ماذا؟ الشنينة. بالعربية الشنينة، بالعربية بالتركية أيران. ماذا ستستخدم؟ كيف تطبخان لنا؟ نستخدم الماء. أولا الشيء الأساسي الماء، والشيء الثاني ثم لبن وميل. حميل، لبن، يوغورت يعني باللغة التركية، وميل، وفي النهاية تهوس هذا القنينة، تهوس، وسنشرب شيء مشروب تقليدي للأتراك. نحن الأتراك نحب هذا. يا توفيق كيف حالك؟ 9 طماطم. أنت بدأت ما شاء الله بسرعة. هل طبخت سابقا؟ أنا بصوت أيران، عندك تجربة، مهارة قوية، إن شاء الله اليوم نشرب أيران بأيديكما. مبروك في أمان الله. ابدأ. قبل قليل تحدثنا عن هذه الجماعة، كما تلاحظون نور الله في رئاسة هذه الجماعة يطبخ لنا تشي كفتة. هو قوي جدا، يعني لطبخ تشي كفتة نحتاج إلى قوة عظيمة، ويصرف قوته، يبذل قوته كثيرا، والمواد اللازمة هنا. هل تريد أن تقول لنا شيء نور الله؟ لا، لماذا؟ لأن عملك صعب. إمرأة، هل تريد أن تقول شيء؟ لا. ما مهمتك في هذه الجماعة؟ ماذا ستفعل؟ يا عجيب.
ها عجن يعجن انت ستعجن لكن هو يعجن الان هو يعجن انت متى ستعجن بعده برت ما مهمتك انت تساعده انت مساعد جيد هل اكلت شيء كفته من قبل من يده لا لا اول مره اليوم ستاكل كيف وجدت هذه النشاطه جميل ان شاء الله نستفيد كلنا هذه النشاطه نشاطه اولى في كليتنا سابقا طالبات يقومن بهذه النشاطه لكن كل شيء جاهز في البيت يعني يحضرنا الى البيت الى هنا لكن نحن غيرنا الاسلوب في الصف نحضر كل شيء الان نصف عند جماعه المساء تفضل جماعه حساء من سيطبخ لنا الحساء انت ماذا ستفعل انت مساعد ستساعد وسيسجن ستفحص ستفحص اين ستجد ان شاء الله ستجد في الغرفه شيئا فشيئا ثم بدأ طبخ الحساء في رئاسة أبو صمد عنده مهارة قوية مرة واحدة زرت في بيته هو طبخ لنا حساء أعجبني كثيرا اليوم أيضا إن شاء الله سنشرب نفس الحساء بلذة كاملة سيزجن اشرح لنا ماذا يفعل الآن هما صديقي إضافة إلى ما أنا على في داخل القدر نعم يضيفان الماء نعم 10 كاسا ها العدد محدود 10 نعم إذن 10 10 كاس هل يكفي 10 اكواب نعم نحن 20 نشرب نصف كوبا استاذ عدد 10 اكواب إذن اذا كان داخل كثير ماء لذته ليس شيء كثير يعني المهم الذوق ليس مهم أن نشرب كثيرا إذا إلى كم وصلت كم بقي من الأكواب واحد قد هذا نحن كم عددنا كم عدد 20 والبخار بعد التبخر كوبان يرتفعان يعني يكفي أنت تعرف إذن أنت تطبخ هو طبخ لا نريد أن نتدخل في أمره في أمان الله من أين وجدته؟ أنا نسيت إندي أستاذ نعم سيزجن دائما هو يحمي الآن بقي جماعة واحدة جماعة واحدة هذه جماعة يعني طالبا أمير هان بي مولانا سيطبخ لنا اليوم الشاي نعم من يطبخ لنا الشاي انت امير انت ستطبخ انت مترجم تحدث ماذا ستفعل اولا سندر الماء الى ابريق تفضل اخي لا اخيرا طبعا الشاي نحتاج اليه بعد مده أول قسم من العملية سيفعلان هل يكفي لأن ماكسيموم أين ماكس؟ نعم وهنا نعم إبريك صغير ماذا ستفعلون؟ هذا إبريك الصغير يتكون من بورسلان هذا إبريك الكبير يتكون من حديد سنن تزورن أضف أيضا الشاي نقطة الآن أضف يعني لماذا تنتظر؟ يغلي بعد يغلي يعني بإمكانك الآن تضع ما المشكلة؟ ممكن الآن تضع يعني الكثيبة بعد ذلك şimdi الآن معي يغلي يجب أن نضع إلى إبريق
Nukatun. Cehiz, İbriku Sarir. Mel miktar, ellezi senemle el kub. Leysa indeke min akab. Ev bir tarika ıhra, bir yedik. Hakede. Bir hesabül ayn. Evet, hadal vi'a seyemle sürüsehu ev nisbuhu kem miktar ya Mevlana hadal sürüs. Nam sürüs sahih. Evet, sürüsül vi'a yekvi ente adafta şey, naam. Evet, hadal kısım melenne bilme ve hadal kısım sababna mâze şey. Naam, elen kable senentazir la hacete li teşgil cihaz şükran cizilen kema tülahizun evet safhuna esbaha matbah küllü tullab ya'melun küllü tullab yatbahun lakin huna cibarek bazı tullab la yapuvalini şey misli muhsin ma istasun maza teşhur bi adaryam ماذا تفكر؟ حتى ظل ظاهر الصبر أن يكون جائزا كل شيئا يعني جلوسنا جيد نعم لماذا لم تشارك في هذه النشاطة؟ واثنين يقتل مرة إبراهيم أنت في البداية كنت مع هذه الجماعة أنت مسؤول في لا تقوى شيء إن شاء الله بعد ذلك سأكل الطعام ve batrihi devam. Ha, antı tufadır antekül. Ne daima yani. La tufadır en tamamen ve tabba. Yani. Evet. Şey. Lakin ahyanen işte. Ahyanen. İzen yahtaç, izen yahtaç müsaade. İnşallah. Sa'id hocam. Evet, şükran cezilen. Ma'a selame.